طول بالك اخي هلا بيجي بسيطه ان شاء الله ما في شيء ولا سلامتك يلا بسرعه بسرعه روح انتبه على كاميرات المراقبة. حاضر. كيف صرت هلأ؟ شو اللي صار؟ ما بعرف على الأغلب صار خناقة. غسلي قد ما بدك راح تشوفي إيديكي كلهم دم كل ما غمضت عيونك. بترجاك اتركني لحالي. خلصي غسيل راح نروح. لوين رايحين؟ يلا كل خطوة وكل كلمة بتحكيها ممكن تسبب لك مشكلة. لازم تخبرني يا فرهاد بالأول نحن لوين رح نروح. يا ريتك قدرتي تضلي عاقلي أكتر. حكوا رجال الأمن عن مرة وزلمة كانوا هون وصارت خناقة بينكم وبينهم. ما بعرف ما بتذكر ابنه. كيف ما بتتذكر؟ شو صار لو وصلت لهي الحالة؟ يا حضرة الضابط اتنين تلاسن وبعدين وصلت بيناتهم لهالحالة. وكيف رح تسوق السيارة وانت بهي الحالة؟ بلكي نزل ضغطك وقتها ما رح تعرف تسوق ورح تعمل فينا حادث. شو فرهاد يعني ناوي تقتلنا؟ بيكون نصيبنا. يا سيد إذا بدكن هلأ تفتحوا محضر نحن جاهزين لندور على المجرم. رح تشتكي ولا لا؟ ما رح اشتكي. رح نروح نجيب الضبط من السيارة. بعد إذنك بدنا ننطرك كمان شي 3 دقايق. ليش عم تطلعي عليه؟ ما قلتلك لازم تشيلي هالزلمة من راسك؟ قلي كيف بدي امسحه من عقلي؟ وحتى إذا مسحته من عقلي لأني بخاف منك ما رح امسحه من قلبي أبداً. فهمت؟ أنا بحبه لهذا الزلمة. لما يجي هاليوم بس يخلص شغلنا معك رح أبني لحالي بيت بجنن كتير ورح يكون زوجي سنان. فهمت ولا لا؟ الكلام بيطلع من تمي مرة واحدة يا دكتورة، وبما أنه استيعابك بطيء رح أشرح لك لآخر مرة. رح تفكري باللي بقلك تفكري فيه ورح تحبي اللي بقلك تحبيه، أما قلب وعقل عندك بدك تنسيهم. رح تعملي اللي بقلك عليه. الخطوة اللي رح تمشيها والاتجاه اللي رح تروحي منه أنا اللي بقرره. بس أنت مجنون شي؟ شو عم بتساوي؟ أنا بشكره لله لأنه عندي إرادة حرة وعندي قلب وعندي عقل. قدرك وحياتك بين إيدي أنا يا بنت، وأحسن لك ما تعرضي هالشي. لوين أخذني هلأ؟ لما أسألك سؤال بتجاوب. بدي أعرف أنا هلأ لوين أخذني معك؟ على جهنم. عم تحاول تعمل هالشي لتخوفني؟ انت مبسوط؟ انت كتير مبسوط من جواتك لانك عم بتحاول تخوفني؟ التفاؤل زيادة بيعمل عيون يا دكتورة، وعيونك ما عاد تشوف شي بعد هلا. انا هلا نزلت عليك عقاب وراح تشوفي هالشي بعيونك. شو راح تعمل فيني؟ ليش جبتنا لهون؟ رح نعيش سوا هون. برأيي إنه مخك خربط بين العقاب والمكافأة يا أستاذ فرهاد. هون مكافأة بالنسبة لإلي بدال ما نعيش ببيتك اللي مثل جهنم. أنت لسه ما بتعرفي شو اللي رح يصير جوا. اسمعيني منيح.
أحياناً الصمت بيسبب الطرش أكثر من الصراخ العالي، وبيتحول اللي مفكرتي نجاتك لمصيبة. وهلأ اطلعي، بواب جهنم كلها مفتوحة مشان تستقبل جنابك. ومنزلي. شو مشان المشفى؟ فيني روح على الشغل كمان؟ لساتني ما حاسبتك عالشي اللي قلتي للصحفيين. شو فيها؟ إذا كان هالبيت عقاب فالمشفى كمان لازم يكون عقاب، وبعدين أنا اللي قلت لك نضل مع عيلتك. أنا بشوف رح يلبق لك دور ست البيت،